يغيظك انه في هذا الوقت كل هذه المصروفات والسجاده الحمراء بتصرف لمدبولي وهو بيفتتح مشروع، ما عرفش تفرض سجاده حمراء ليه؟ احنا شعب فقير، احنا بلد غلبانه، انتوا انزلوا للشعب شمر وانزل شمر وانزل، يوم يركب السجاده الحمراء زي ما السيسي كان بيركب السجاده الحمراء. ليه؟ لانه احنا طبقات. انا رئيس الوزراء لازم اعمل كده بقى بصراحه، وبدل ما يطلع من الفلوس اللي بيحطها على قلبه من مشاريع الجيش، لا ده بيشتغل راجل دين ويطالب، لا اطال الله عمره، يطالب بايه؟ يطالب بان المواطنين يتبرعوا بالزكاه لصندوق تحيا مصر. ده خراب ما استعجل، ده خراب مستعجل. صندوق السرقات العامه ده ليس صندوق زكاه ولا بيت زكاه ولا لا تدفع له مليما، وسألقى الله بهذا، لا تضمن، لا تعرف عنه حساب ولا له حساب، لا يوجد مال وقع في السيسي ولا جنرالاته قدم عليه كشف حساب. قدم لي انت كشف حساب، قول لي والله لا يا عم انت الموضوع كذا وكذا انت بتكذب، ومفيش كشف حساب. السيسي بدلا من ان يوقف مشاريع الدمار اللي بيسميها مشاريع قوميه ومنها العاصمه الاداريه الحيطان دولته الجديده، بيعمل ايه؟ بيخصم من كل مواطن في الدوله 1% من راتبه عشان كورونا زي المجهود الحربي، ونص في المية من المعاشات. فانت لو بتاخد 1000 جنيه، 1% يطلعوا كام؟ 10 جنيه. لو عندي 5-6 مليون بيشتغلوا في قطاع الحكومة والدولة، من ابو 1000 من ابو 2000، يبقى كل واحد 20. 20 جنيه في 5 مليون، اشيل في 5% ب100 مليون كل شهر. ده دول ايه؟ ده غير المعاشات اللي هم بالملايين. ليه؟ لان انت المواطن ايوه تشتغل لسه امبارح قايل هندفع 100 مليار للناس الغلابه وهنكفلهم عشان المصالح تمشي، النهارده بتاخد مني انا الغلبان عشان تسدد فواتيرك. ده انت لسه واخد من صندوق النقد الدولي، وديت الفلوس فين؟ هنعمل بيها ايه؟ هتسدد بيها ديون العاصمه الاداريه الجديده ولا القروض القديمه؟ قول لي يعني، كلم الناس بدل ما انت قاعد تمسك المحافظ تلسوعه ومدير الامن في كهربه ورئيس المنطقه الشماليه تتنقور عليه وكامل الوزير تضحك عليه. بدل ما تعمل ده كله، قول للناس تعمل ايه؟ هتعملوا ايه في كارثه كورونا؟ هنعمل ايه في كارثه كورونا؟ هنخرج ازاي؟ كيف نعيد السياحه؟ واحد، خد الاسئله دي من زبعه واسالها، وبعد شهور يمكن تحصل على اجابه من عنده. ماذا ستفعل في السياحة؟ ماذا ستفعل في التجارة؟ ماذا ستفعل في الصناعة؟ ماذا ستفعل في أزمة قناة السويس؟ ماذا ستفعل في موضوع العاملين في الخارج؟ ماذا ستفعل في البطالة؟ ماذا ستفعل في الاقتصاد الذي ينهار؟ ماذا ستفعل في المرضى الذين يتجاوزون الملايين مع مرور الوقت؟ لأن ما فيش خطة، لا توجد خطة. ومع ذلك الوزيرة بتقول لك هنبهر العالم، هنبهر العالم بالقضاء على كورونا. وزير التعليم العالي بيقول لك نتوقع الوصول لصفر إصابات في كورونا بعد منتصف يوليو. يا رب، منتصف يونيو مش يوليو، يا رب. بس انت حضرتك بتاع الصحة ولا بتاع التعليم العالي؟ انت مين ياض؟ من انت؟ لا ما السيسي عمال يضرب يا عم تصريحات في كل اتجاه، هي جت عليا انا ولا ايه؟ وعلى طريق ترامب السيسي بيقول للناس مارسوا الرياضه وتناولوا الاطعمه التي تقوي المناعه. هاي انا بقول لكم يا ابني ايه الاطعمه اللي تقوي المناعه؟ مش مثلا السردين مثلا؟ يعني مثلا يعني انت بتفتي في الموضوع ليه؟ امال هلا زايد تعمل ايه؟ ومحمد عوض تاج الدين يعمل ايه؟ واهتموا بالماشي، امشي، كل ما هتمشي الفيروس هيجري منك. هي مش كده، هو طبعا الفتنس مطلوب والصحه واللياقه مطلوبه، لكن مش لدرجه ان حضرتك تدي نصائح طبيه في ازمه عندك في بلد فيها ملايين مئات الالاف من الاطباء
والعلماء وانت حضرتك مش عارف. ما هو المشي ده كويس لكل حاجه، كويس للسكر وكويس للكبد وكويس للقلب وكويس للمعده وكويس كله، كويس لكل حاجه. بس ايه بقى دخلك انت في الموضوع؟ انت حضرتك دورك انك تساعد وزاره الصحه على وضع خطه لمواجهه كورونا.